يلا خير، مع السلامة. صراحة والله ما يحتاج انت سمعت شوف من عمق يلا الو ما ادري شو يا رجال، انت كل على الباص حق الهواء تقول لي ساتر شو بعد هذا؟ والله ما اتكلم شفت انا حاطط جوال بعدها اهداف سلايد يا حمار يا عبد يا اخي، ايش فيك خايف؟ ها شو ما يسد اللي داخل المنطقة يعني ما يصير اطق سلايد يعني يا اخي فنان يا اخي، والله ما ردها. هاي ايش هذا ظلام تمويه هذا شو واحد بالراس هذا جديد والله. ايش تهجم الحارس انت؟ اجيب الاسئله وين تجيب؟ لا تهجم الحارس والله هلا يجيبون ديك ترى كيف مدافع؟ يلا